لم تكن عائلة مداحي بدوار عين السدرة بتسمسيلة في مأمن من العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة قبل أيام، فمشكل سقوط سقف البيت وانهيار جدرانه الخارجية أسقط معه مفهوم الحياة الكريمة لأسرة من 4 أفراد ما تزال تحت رحمة البرد القارص. لحد الآن مدى 10 أيام ولا لحد الآن ما بين الأول، لأن القاهرة برا وليدي برا، انقطع البرد، انقطع البرد، هذا اللي أنت سؤالتي ما نعرفش. قطع البرد حاول السكنة ولا جاء ما عندك بول عم قطع البرد قطع حمل البرد بس وين تي وين ديرهم بدرهم أدخل شو بعين الشمبرة بعين شو بعين يوم ما عندي وين ديرهم لوليدتي رانا برا في هذا البرد في هذا الريح في هذا الصقيع اللي بتشوفوا فيه والحالة اللي رانا فيها. لم يعد من يواسي هذه العائلة في محنتها بعد أن خربت مياه الأمطار جميع محتويات البيت والتي أصبحت أثرا بعد عين. الساعة اللي طاحت علينا الدار وإحنا واحد ما طلع علينا، رحنا لتو البلدية 3 أيام باه جاو، كي جاو صوروا وشافوا ما زادوش رجعوا لينا، ما بغانا لا فريش لا حوالة نلبسوهم لا كتب ولادي لا دروسهم ضاعوا، ورانا في حالة يرثى لها. أمنيتي الوحيدة تولي عندي غرفة وحيدة نسكن نرقد فيها وحدينا، وعندي كيما الشيرات استنبول ونجي لهنا الوالي يقوم بنا السوارة ما نواليش كما هكا يعيروا فيا الشيرات نلبس زين. ظروف المعيشة الصعبة للوالد أجبرته على البقاء على هذه الحال، فبالكاد يتحمل مصاريف أبنائه ورعايتهم، وكل ما يحلم به هو سكنا لائقا يحميهم من لسعات البرد القاتلة.